قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه: كان بين الأوس والخزرج قتال وشر في الجاهلية، فذكروا ما كان بينهم، فثار بعضهم على بعض بالسيوف، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فذهب إليهم، وأنزل الله تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ورغم أن الآية الكريمة نزلت في طائفة من الأوس والخزرج، إلا أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. وكيف تكفرون بالله أيها المؤمنون؟ وهذا استفهام تعجب وتوبيخ واستنكار، وفي ذلك إشارة واضحة إلى أن قتال المؤمن كفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وكيف تكفرون بالله وآيات القرآن تتلى عليكم ليلا ونهارا؟ فالقرآن الكريم عصمة لمن اعتصم به، وهو سبيل النجاة، وهو الأمان من الانحراف والزيغ والضلال، وهو حبل الله المتين. فأقبل على كتاب الله تلاوة وتدبرا وتفهما وتعلما. وكيف تكفرون بالله وفيكم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بين أظهركم يتلو عليكم آيات ربكم كل وقت ويبلغها لكم؟ ومن يتوكل على الله ويلجأ إلى الله في جميع أحواله ويمتنع بدينه ويستمسك بالقرآن والسنة فقد هدي إلى صراط مستقيم. والهداية زي ما عرفنا نوعان: هداية توفيق وهداية عمل. واحنا في كل صلاة من صلاتنا بندعي ربنا ونقول: اهدنا الصراط المستقيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم.